مساء الخير، أنا علي نعاس من مصر، من الفيوم. بالنسبة للصيف العربي، أنا في مصر لما الثورة قامت من 2.5 سنين كنا بنأمل إن حاجات كتير تتغير، لأن الوضع كان وصل في مصر لحالة من لا يرثى لها من الناحية الاقتصادية والسياسية وكل شيء. كنا بنتمنى إن ده كله يتغير. بعد الثورة جاء الجيش مسك المجلس العسكري، ما فيش حاجة اتغيرت. جاء حكم الإخوان بعد كده لمدة سنة دلوقتي على حكم الإخوان، ولسه ما فيش أي حاجة اتغيرت، بل في الفترة الأخيرة من سيء إلى أسوأ. السياسة الخارجية في تدهور غير عادي، العالم شافنا بشكل مش كويس خالص. نتمنى في يوم 30 يونيو نتمنى يبقى فيه تغيير، وده يبقى آخر حكم الإخوان، ونتمنى حرية وديمقراطية صحيحة زي ما بنشوفها في الدول الأوروبية. أتمنى عشان كده لازم الصيف العربي يستمر، لازم الثورة تستمر عشان نغير مصر ونشوفها بشكل أحسن. وأتمنى التوفيق لكل الدول العربية وحرية وديمقراطية أكتر. شكرا.